للحديث عن يعني الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتحركات ميليشيا حزب الله للهروب من الأزمة بعيدا عن الدولة، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا الكاتب الصحفي اللبناني علي شندب. أهلا بك سيد علي. بداية، حالة انسداد سياسية كما تعلم لا تزال مسيطرة على الأوضاع في لبنان وتؤثر بشكل واضح على الوضع الاقتصادي، برأيك من يتحمل مسؤولية ذلك ومن ثم تبعات الحالة المعيشية للبنانيين من جراء هذه الأزمة؟ مساء الخير، رمضان مبارك عليكم وعلى مشاهديكم خصوصا في العراق والوطن العربي. أنا أتكلم من طرابلس وليس من صيدا الأبية. يعني بدون شك هناك نوع من التوازن السلبي في حالة الانسداد السياسي التي تلف الواقع اللبناني، وذلك بسبب امتناع رئيس الجمهورية مدعوما من حزب الله للتوقيع على تشكيلة الحكومة كما قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري. فريق رئيس الجمهورية كما ذات معلوما يصر على السلف المعطل في الحكومة التي لا ملامح جدية بتشكيلها قريبا. يعني هذه الحكومة هي حكومة العهد الجديد، هي حكومة تهدف إلى إبرام تسوية جديدة لإنتاج رئيس جمهورية جديد هو تمديد للعهد القائم وهو سفر رئيس الجمهورية جبران باسيل. وكل هذه التعقيدات بانتظار تسير أيضا على إيقاع المفاوضات النووية في فيينا، حيث أن المجتمع الدولي كما يبدو يخضع لابتزاز إيران ويحاول استرضاء بشكل صفر. سيد علي، واشنطن وكما تعلم بدورها تهدد بفرض عقوبات على أطراف لبنانية تضع العقبات أمام خروج البلاد من أزمتها، هل تعتقد أن عقوبات جديدة تنتظر ميليشيا حزب الله وستطبق على الأرض قريبا؟ في الحقيقة حزب الله لا تضيره العقوبات، هو أساسا خارج المنظومة الأمريكية، واقتصاديا وماليا وعسكريا له مساراته المنفصلة حتى عن مسارات الدولة اللبنانية. العقوبات التي تهدد فيها الولايات المتحدة طبقتها على حلفاء حزب الله وتحديدا جبران باسيل وبعض وزراء نبيه بري والثانية الفرنجية. إنما العقوبات الجدية التي يحكى عنها اليوم وهي ليست إلا تهويل هي عقوبات أوروبية خليجية أمريكية مشتركة، وذلك بالنظر إلى تعقيدات الوضع اللبناني بهدف إنتاج حكومة. يعني الولايات المتحدة كما نعلم كانت تشترط حكومة بعيدا عن حزب الله. اليوم تريد حكومة كما قال ديفيد هيل الرجل الثالث في الخارجية الأمريكية، حكومة مستعدة وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية. يعني الموقف الأمريكي في إدارة بايدن يختلف عن الموقف في إدارة ترامب. وأعتقد أن التخادم الأمريكي الإيراني أعيد تواصله من جديد، وهو منعكس أيضا لمصلحة مع الأساس لمصلحة حزب الله وأزرعة إيران في المنطقة. سيد علي، وكالة رويترز ذكرت أن ميليشيا حزب الله تجري استعدادات تحسبا لانهيار وشيك للدولة اللبنانية، ما التدابير التي لمستموها على الأرض لهرب ميليشيا حزب الله إلى الأمام؟ هل لمستم شيئا على الأرض؟ سيد الكريم، يعني نحن علينا بما يقوله زعيم هذا الحزب حسن نصر الله، هو أعلن مرارا عن تحضيرات واستعدادات لمواجهة الانهيار الاقتصادي. أنا أعتقد بأن صحيح أن هناك ضائقة اقتصادية ومعيشية ومالية وانهيار وتداعي وتحلل للنظام السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، لكن رغم هذا الأمر فإن حزب الله هو الأقوى، هو أقوى الضعفاء، وهو استعد لهذه المرحلة لأنه يوهم بيئته وبعض المؤيدين له في الواقع اللبناني، لأن هناك معركة كونية تستهدفه. في الحقيقة انفض الناس كثيرا من حول حزب الله عندما تحول إلى شرطي لمصلحة الأجندة الإيرانية، وليس كما بدأ في السابق عندما كان يقاتل إسرائيل. سيد علي، ما يفعله أو تفعله ميليشيا حزب الله على الأرض باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن تضر هذه الأفعال بالدولة اللبنانية على عمومها والمواطن اللبناني بشكل خاص؟ سيد الكريم، يعني حزب الله تمكن خلال السنوات الطويلة من الانتقال من مقولة أنه دويلة داخل الدولة إلى أن تصبح الدولة اللبنانية ضمن دويلة حزب الله. والحقيقة أن حزب الله هو من يقود الدولة، وهي قيادة من الخلف
وهو يتحضر اليوم، ممكن أنه يتحضر اليوم إلى القيادة الأمامية، خصوصا إذا ما أثمرت، نعود إلى فيينا، إذا ما أثمرت المفاوضات النووية. بدون شك الشعب اللبناني كان عليه سهل أن يتحمل التبعات العسكرية والأمنية للاعتداءات الإسرائيلية جراء مقاومة حزب الله عندما كان يقاتل إسرائيل، لكن الشعب اللبناني اليوم نزل إلى الشارع محملا حزب الله مسؤولية الفساد الذي أنهك الدولة، وخصوصا أنه يشرف على خطوط التهريب وغير التهريب باتجاه سوريا وغير سوريا، وبالتالي حزب الله لا يهمه أمر اللبنانيين، يهمه أمر بيئته الخاصة والضيقة جدا. الكاتب الصحفي اللبناني علي شندب، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس في لبنان، شكرا جزيلا لك.